Selamun aleyküm efendim. Yepyeni bir video, bir belgesel. Hem Türkçe hem Arapça. Kiminle? Ailenin reisiyle. Ailenin reisiyle Sultan Abdülhamid'in 3. göbekten torunu Şehzade Mehmet Selim Efendi'nin oğlu Şehzade Abdülkerim Efendi ve onun oğlu Harun Efendi. Efendim ailenin reisiyle güzel bir sohbet yapacağız. Birkaç bölüm yapacağız. Hem Türkçe hem Arapça. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah ikum halkatna fi lügel arabiye ve lügel türkiye inşallah. El valid hayitkellem fi lügel arabiye ve nahna hantercüme fi lügel türkiye. Değerli dostlarım inşallah bizim sohbetimiz Arapça olacaktır. Babam daha rahat ediyor. Kendini daha güzel ifade ediyor. Türkçe biliyor fakat Arapçası daha kuvvetli olduğu için. Arapça konuşacak, ben de Türkçe tercüme edeceğim. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evvel marra ente bitamil liqa, nqul liqa fil kanal. Ma andak ente qabl hal marra fi ayya televizyon. ولا اي برنامج عملت فيه لقاء بتذكر بس التريدي بسنة 2004 مع كريمة خانم كريمة خانم هو الوحيد اللي عملت مع اللقاء اسمه برنامج السلالة العثمانية حتى صراعي تيلدس صراعي تيلدس طيب نحن في عنا اسئلة كتير طيب وارد بان بابا ملا سوليورم اكتفى بير böyle bir program yapıyor ve güzel olacağını inanıyorum inşallah. Çünkü babam bir tarih. Bize çok güzel şeyler anlatacak. Kendisine güzel güzel sorularımız olacak. Ve başlıyoruz inşallah. Sualil evvel, sualati kdir. Taban bidi beleş min viladetek. Min hiye vilade. Tehmel tlil cinsiyat. Cinsiye el-ahraniye hiye Türkiye. Mefrudu tkun evvel cinsiye lana. أما تحمل أنت الجنسية الأولى هي ليش تحمل الجنسية مو سورية تحمل الجنسية اللبنانية نبدأ من هون إنه ليش تحمل الجنسية اللبنانية ندان دوم ير لبنان ووطنداشلق ترك وطنداشلق تشمسي gerekirك أفندم ندان لبنان وطنداشلقını ilk وطنداشلق لبنان وطنداشلق تشيو لبنان لأنه سليم أفندي إجا على أول شيء على لبنان وبعدين راح توجه لحلب بعدين من حلب رجعوا قالوا له لا لا إجا على حلب من حلب للبنان حلب بعدين على لبنان أيه. بلبنان لقى منطقة هادئة وما فيها هيك عشر سكان جونية هلا هي تعد العاصمة الثاني للبنان حلو كتير لأنه هنيك وبيت اللي أخده بطابقين لهلا لم يزل هو موجود ومعروف إنه هذا مين ما هون مين ساكن يقولوا له بيت السلطان نعم فهنيك هو والدي وزوجاته اجوا معه زوجاته لجدي سليم أفندي تقريبا شي ثلاثة منه بقيت واحدة في اسطنبول نيلوفير نعم الله يرحمها ما اجيت امي كانت مريضة او لقيت حالها ما يعني راقد نسوان وادوية شو بدها تساوي يعني ما بعرف المهم انه نساء اللي اجوا واجا معه شخص كان دائما يعني مستشاره اسمه باسم بيك فهذا ظل باسم بيك لسنة 1964-65 توفى ورجل يعني من البشر شفته طبعا ايه. باسم بيه ايه. فهذا الشخص الياور تبع سليم الفندي كان بالسراي يعني مساعد مساعد يعني. فهنيك والدي هنيك وقتها تعرف على الله يرحمه والدتي لا دقيقة هون كان معه عبد الكريم افندي اي طبعا وكان معه نميكا سلطان
نميكا سلطان كلهم جو هو اولاده كله اولاده إيه. كله اولاده نميكا سلطان عمتنا إيه. وعبد الكريم افندي إيه. عبد الكريم افندي وقت اجى كان عمره بال 19 سنه إيه. وقت اجى على جونيا اجى ايه طيب وقت ما قال له انه دير بالك من هالمنطقه او يعني انه هون كلياتها المنطقه مسيحيه كلها مسيحيه ما في حدا اسلام ما في غير بس سليم افندي بس هذا ايه وابنه عبد الكريم ونميكا سلطان وزوجاته لسليم افندي وزوجها ايه زوجها كان لنميكا سلطان متزوجه كنعان اسمه كنعان كان مهندس ها معناته ايه اجت هي ببيت ثاني إيه بطرابلس راحت على طرابلس إيه. لكن هو كان معه بس عبد الكريم افندي إيه عبد الكريم افندي هو والياور تبعه باسم بيك باسم بيك ونساء ثلاثه طيب كيف صار الله يرحمه جدي يعني عبد الكريم افندي فجاه هيك اعجب باليزابيث اسمها يعني قبل ما يكون اسمها نعمه ومو من اول يوم قعدوا إيه. المده الكافيه يعني اللي قعد فيها بعد كم شهر أو بعد كم سنة ما عندنا معلومات فيها لأنه كانت الأخبار هي كلها وزواجه ومجيئه إلى سوريا كنا ناخدها الله يرحمه من والدتي شوي شوي كانت كل ما نكبر تعطينا بعض المعلومات عن الزواج كيف تم وكيف صار وكيف وكيف يعني شافها من البلكون ولا شافها وهي ماشية حبة هلا بدي أحكي معك المنطقة اللي قاعد فيها أنا أكتريتهم فيها هلا الموجودين لهم خالاتي يعني أشقاء والدتي ومن رجال ونساء يعني بهالمنطقة هي جونيا كانت صغيرة جدا يعني قرية تعد وقتها هناك معروفين يعني عائلاتهم بيت الأزي في بيت القويب وفي كتير عائلات معروفين كانوا اثنين ثلاثة أربعة هناك في جونيا فهي كانت تطلع تروح على الصيد لعله لأنه جوز قالتنا ياها أنا ما عاد بتذكر هي الحوادث اللي صارت تعطينا ياهم والدتي الله يرحمها شوي ورا شوي معناتها بجوز انا قالتها او نسيت كانت تروح على الصيد تصطاد عصافير كذا يعني تضرب كويس بالك هذا طيب خلينا بس نترجم فبان برازوزون سردو شو arada يعني bizim babama soruyorum yani Selim efendi Halep'e geliyor Halep'ten Beyrut'a geçiyor Beyrut'ten ikamet ediyor. Yanında hanımları vardı. Şehzade Abdülkerim Efendi dedem yani babamın babası. Ve babaannemle nasıl tanıştılar? Çünkü doğum yeri Cunye görünüyor babamın. Onu anlattı bize. Cunye'de babaannemiz bekarken yani ava gidiyormuş. Güzel tüfek kullanırmış. Avda tanıştıklarını ihtimal veriyor babam diyor ki çünkü her şey bize anlatmıyordu ama zannediyorum diyor avda tanıştılar çünkü babam da diyor yani Abdülkerim Efendi ava çok meraklıydı yani tarafı bu sayıd şafa hünike ve ba'den mubi'anlu karya zgiri sükkana ilal ma'rufin yani hada beyti filan hada beyti filan hada beyti filan bitalatu bifutu al beyt بنزلته في هنيك سوق بيقولوا له سوق ساحة الشفارية لهلا موجود بيكون راح ليشتري كذا وهن كلهم كم يعني ما في شيء ألف شخص كانت بالله شافها يمكن أعجب فيها تم وراها وعرف وينها وكذا من هون له صار في كلام وسلام يعني لابد منه لأنه أخذها ونزل على بيروت وقتها Bu arada kendisiyle yani takip etmiş, birkaç defa kendisine işte konuşmayı teklif etmiş. Ondan sonra karşılıklı artık muhabbet olunca, elektriklenme olunca alıp Beyrut'a inmişler. Cunye'den Beyrut. Bu arada Cunye Beyrut'un arasındaki mesafe çok böyle şey değil, yarım 40 dakikalık bir yol. Nezdule Beyrut. Akada ala Beyrut. في قهوة هناك قريبة من
الروشة ببيروت مشهورة يعني. بيروت هي دي بروشة دي يعني كورنيش يولو. كورنيش يولونun üzerinde meşhur bir meşhur intihar sakrası sahrası var. İntihar kayalık var orada. O kayalıklar çok meşhur. Orada gidip resim çektirirler. Güzel bir kahve var. Oraya götürüp orada her an evlilik teklifi etmiş. Bilmiyorum. Sahret l-intihar. Sahret l-intihar. Nam. Elbette sura ente ve valide mevcudu neyke tsavvartu fiyya. Elbette zikrayat an validek. Allah yerhamu Abdülkerim. Fa'a'adet bil-ahve. Valla ana bihbbek ve bide cevvazek. Evleneceğim seninle, evlenmek istiyorum, seni seviyorum dedi. Kahvede oturup baba arif yani anil Osmaniyen, hubbun avuyu. Evet, Osmanlıların aşkı meşhurmuş. Sevdikleri zaman kolay kolay bırakmazlarmış. Yani yüzümüz yani, kızardı biraz. Hubbun avuyu, sari'u, bidun... Çabuk severler. İcabi ra'san. Ve çabuk cevap isterler. Reddedilmeye sevmezler. Fa'a'adu attavli, sucab ahvi, imkün şaima. يعني هي ما عاد ببالي سحب الفرد وحطه على الطاوله طب ورا ده بتهديد var efendim Retüp girecek araya çünkü tabancası varmış, beylik tabancası. Abdülkerim efendi tabii bu zamanda biraz şeye geliyor. Tabanca ortaya koymuş yani. Allah şufi. Ala habbetuk ve ala tariqa al-islamiye. Ben seni sevdim İslami kaidelerine, örf ve adetlere göre diyor. Bedek بتأسلمي ومنتجوز بستمال أولجاكسون بأفلنجاز وباخدك منروح على سوريا لأنه هنيك إسلامي قاعدة لرقنا ألف بسوريا ده يبجاز في إلي أصدقاء بسوريا دوستر أمار وفي محبين لسا سيبلن أمار أنه ما صار لها مدة بسيطة يعني وقت طلعوا العثمانيين من تركيا في في بشوات وفي في ضباط أتراك شو تركيا دان çıkanlar yani bu sürgünden sonra bir sürü paşalar var, bizi sevenler var, bize orada yardımcı olurlar. Yani çünkü Beyrut'ta kalamazlar. O hasaten yani bir Halep, bir Halep aktar etrak o fiha o şahsiyat etiyle. Halep'te daha gitmeye niyet kıldı Abdülkerim Efendi. Halep'te daha bir yani Türkiye sınırına yakın olduğu için orada Türkler var, tanıdığı Türkler var, paşalar varmış orada Halep'te. Oraya gitmeye karar kılmış. Bir devamını alalım. Evde hattallar musaddes. Şu kan cevabı. Allah şu fi hada li bidu yuhkum beynatna. Aramızdaki hakim ortadaki beylik tabancası. Yani, Abdülkerim Efendi. Bima ennun yani... هو في سلالة من بعد هذا الحب كتير بيلعب يعني بالسلالة العثمانية أكتر شيء يعني إذا كان جوابه إنه ما بدي يعني أنا ما بقدر لأنه أهلي ما بيرضوش يعني شو كان بده يكون عنده ثلاث أخوات شباب طنوس وسليم عائلته قبول etmeyecek koyu bir Hristiyan Maroni 3 tane büyük abileri var. Yani ablaları var, 3 tane de ablaları var. Anda ahvat, banat ve kullun yani biji ta'dadun bin ahvata, şabab ve banat fi şi 7. 7 kişili bir kız yani hem kız kardeşleri ve erkek kardeşleri ve enişteleri yani kalabalık bir sülale. Ve hiye kanet yani min el mezhab el maruni. Maruni mezhebi bu mezhab el maruni içerisinde koyu bir bir mezhep yani, yani dindar bir mezhep. Mezhep mutemessik cidden yani bi akaidu hala. Adetlu fi su'ube, fi kasa. Ana ma bihimni, ana kül şey. Ana lahakti, unru'a Suriye. Ma elik ba'a ilaka fi. Ma edret etul la. Azal, abha. Kammal hadisu. Etuli, nhallet aşiye bi kasa bi zahir. Yani bi dabru umurun. U bihru binzu aşşa. وإذا قالت لا إيه أما إذا قلتي لا هذا الفرد بده يحكم بيناتنا بأوصك وبأوص حالي يعني إيه بنهي الشغلة مش إبي بو تبانجا بزيد burada aramızdaki burada karar kılacak çünkü ben
almaya niyet ettim diyor. Yani tehdit etmiş bir şekilde. Yani yoksa diyor ben seni burada vururum diyor, bırakmam diyor. Kesinlikle böyle şey koymuş, tavrını koymuş. Ama burada tavrını koyarken babaannemiz de razıydı yani bu işe. Ebledi. O Nezlü Resulü ya. يعني ما نزلوا لسوريا ما طه شيء تفكر منه تفكر ايه ما طه وقت تفكر كيف اتفقوا كل هذا انحكى لنا نحن وصغار نعم شوي 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 بس في شيء هلا نسيناه وفي شيء طيب عبد الكريم افندي كان ما شاء الله عليه يعني قوي كان وكان لا يعني كسبوا حقوق وعنده ما شاء الله يعني كان يعرف من السلطانات كثير وكان بالسرايا محبوب وكان وعد كذا سلطان بالزواج يعني وعدهم. طيب شو اللي خلى انه الله يرحمها ستنا يعني شو لقى الميزة فيها يعني مثلا انا شفت ستنا حلوة ايه حلوة جميلة بس في سلطانات كانوا حلوين في حلوة يعني كانت بيضة حلوة عيونها كبار مثلا وفيها جاذب وحلو يعني ما بدي هلا بدي اقول واحد عنه يعني لا يعني شو لا في غير الجمال اللي غير الجمال مو الجمال يعني في غير الروح اللي جلبته عليها في روح يعني بتحب. طيب هل يا ترى بيكون الممنوع مرغوب مثل ما بنقول انه سليم افندي وقت حذره انه يعني بهالمنطقة كلها مسيحية دير بالك انه ما تحكي مع بناته يعني هي هيك صارت حبة وانه مرغوبة لانه لقاها صعبة انه تحبني طبعا بعدين في لقاءات هدول ما حكيتهم ولا قالته طيب بوردا بابا عني مزن انط بضو شيلار دوار يعني نيه ديو بابا عني مددن بان ندان يعني بابا عني مدان هل بوكي سرايدا بير چوك سلطانلا بولا بير محبتي وار سلطانلارلا بولا بير سوز vermiş olduğu var يعني sizinle evleneceğim diye vaat vermiş ama bundan hiçbirisine bir daha geri gitmemiş konuşmamış. Babaannemi çeken şey neydi? Güzellik mi? Ama yok galiba çünkü Selim Efendi dedi ki buradaki kızlara uzak dur. Bu kızlarla bizim dinimize göre değil, bizim dinimizden ayrı. Tabii ki yasak olunca herhalde Selim Efendi dedi ki ben zor oları alacağım diye. Herhalde öyle bir yorum yapıyoruz, bilmiyoruz tabii ki. Burada babaannemiz de anlatmadı babama. Yani ma bizzahir kan fi liqaat yemkin hafifi. من هون يلحقها كذا وهون وهون بسوريش وار يعني takip etti zaten böyle bir gün iki gün üç gün böyle bir sevgi değil yani يعني ما بنقدر نقول انه خلال 24 ساعه وقع الحب وسيطبق بالزواج بده يكون في لقاءات طيب قرروا الابليت وتركوا جوني لانه ما اهله مو راضيين تركت جوني وحملوا راحوا ونزلوا على الشام دغري راح على حلا طيب بهالفترة أهلهم ما كانوا ضد الشيء هذا وما أجروا عن سليم أفندي زعلوا ما عادوا اتصلوا معه هي خافت وأتهربوا وراحت مين بده يلحق على الشام ومين بده يجي ومين بده يعرف وين راحوا على حلب أول راحوا على حلب كتبوا الكتاب بحلب نقيب الأشراف نقيب الأشراف وفي واحد هناك جماعة بيقولون بيت الصيادي كان وفي يعني في جماعات كلهم استقبلوه نعم وبيعرفوا سليم أفندي وقت جاء على حلب على حلب إيه إنه أصحاب كلهم ركضوا حواليه وهون وكتبوا الكتاب وتجوزها في حلب نعم بعدين اتصلوا بالشام دروا انه حفيد السلطان عبد الحميد في حلب في واحد اسمه سليم قديم هذا كان ميرالاي دري الظهر بيعرفه انه هو كمان كان انه والده كان ضابط بالجيش وهذا ميرالاي الا بده يكون في شيء معرفة يعني فبعض خبر وين كان مقيم بحلب قال له تعال تفضل على الشام مطرح وين انا قاعد بعمل لك القعده والراحه لزوجتك وكل شيء كانك واحد من اولاده
فجابه وجع الشام وسكن في الشام، جابه بيته كان في المهاجرين. طيب وقت نزلتوا للشام، نزلتوا يعني نزلت الله يرحمها ستي للشام مع عبد الكريم افندي، ولادتك كيف بينت انت بجونية؟ يعني ليش جونية؟ بعدين لسه بعدين انه ما في ولادة سنة بعد بده يكون شيء 9 أشهر على اللي في اخي اوه بعدين انا هي. فهالمدة هي هو نزل وقعد في بيته في بالمهاجرين معروف بيته، وما انه هو كان يعني مير الله اول من سكن في المهاجرين هي عبارة عن جادات، جادة اولى جادة ثانية ثالثة في السادسة، في الجادة السادسة وسميت الجادة باسم هذا المير الله سليم غنيم لهلا لم يزل فيها. طيب هلا طبعا عمه اكبر منك تسجل بسوريا ولادته في سوريا بهذا البيت طيب انت ليش تسجلت في جونيا؟ انا من بعد ما تزوجت واجا اخي على يعني ولد وشو اسمه بداوا يصالحوها لوالدتي صاروا يجوا اهل خلعتي. الله يرحمه اهل انا يعني اهل جدتي اهل بدوي بتوك في ارافيرميا لما فندم برده شيء صوردم حلبتن حلبتن sonra Suriye gitti Suriye'de Miralay Selim uzaktan akrabamız olur şöyle süt onun kardeşi Nezir Bey süt amcam olur. Kendisiyle yardımcı oldu Suriye'de. Ev tuttular ve ilk doğum yani ilk bir çocuk amcam oldu. Suriye'de Şam'da doğdu amcam. Şimdi babamın neden Cuniye doğumlu olduğunu soruyoruz. İfa ve ta'ad tariman müddet fi sintin tlati. Tlati tlati sin a'ad fi bihadel bit. بيت سليم أفندي هذا سليم. طيب هلا اجوا اهل انا بدو يترددوا يجوا بو ارادا artık barışma olayları başladı yani babaannemizin nimet adını koymuştu Abdülkerim Efendi onu da söyleyelim babam belki burada unuttu Elezibet'te Alep'te Müslüman olduğu zaman sen benim için nimetsin dedi onun bundan dolayı da sana nimet adını koydu. Nimet adını koydu. Tabii şu an Suriye'deyken barışma olayı ailesiyle babaannemizin artık ailesi gelip gitmeye başladı. Suriye'de de olsa bir torun var. Ejet valide bilkül şey. Annesi geldi yani babaannemin annesi. Abuha mutvaffi ismi Abdallah. Valide ejet. أبوها اسمه عبد الله غريبة عبد الله بس يعني اسم إسلامي انترسان بنده بمن يكتفى عبد الله بابا أني من بابا بابا هريستيان olduğu halde ama adı da Abdullah. Bu isimler Lübnan'daki Hristiyan Katolik ve Maronilerde bu isimler takılıyor yani veriliyor yani Abdullah gibi isimler. Valide ta isma Verde yani. Onun annesi de babaannemizin annesi de Verde'ymiş adı Verde yani gül. Sar tasaluh beynatun. Tasaluhu sar yücu yücu yücu. Selim Efendi kif alaktu kanit ma anna yani. Zeyl min ebnu. ابنه زعيم يعني قعد فترة ما يحاكي ما حكى وقت اجى عمه دندار كمان ما حكى ما كمان في اشياء ما يعني ما مريت برده سليم افندي'nin dedemiz Selim Efendi'nin durumu ne Abdülkerim Efendi ile uzun bir süre konuşmamış konuşmak istememiş torunu olduğu halde yani pek konuşmak istememiş sar andu haber fi ve ana ve hab. لا قبل ما انت انا بدي اعرف انه انت ليش بجوني يعني هي راحت على جوني لعند اهلها عم تروح
قالوا يجوا ياخذوها. أرادة بير جلب alıyorlarmış بابا أنيمي جونيه götürüyorlar orada aylar kalıyorlar. نعم. وتقعد هناك. uzun uzun otururlarmış orada. بهالقعدة هناك أنا ولدتني في جونيه. منطقة اسمها غدير. جونيه bu arada baba annemiz hamileydi ve Gadir diye Cuniye'de orada doğum yaptı. Yani babamı orada doğdu, Cuniye'de doğurdu. Kendisi de Lübnanlı olduğu için, babamın da orada doğduğu için bundan dolayı ilk aldığı kimlik vatandaşlık Lübnan vatandaşı. Bu tabiatı hal كانت لبنانية. عطوها ودندار عطوا جنسية لبنانية وإلي كلنا معنا جنسية لبنانية. لبناني. يعني أول جنسية أخذتوها هي اللبنانية. لبنانية. والجنسية الثانية سورية. سورية. هلأ جنسيتك اللبنانية لاحظت فيها شيء مكتوب فيها هارون الأمير عبد الكريم ابن الأمير هارون عبد الكريم ابن الأمير عبد الكريم. كريم العثماني. العثماني. إيه بو كملك زي بي كملك. Bence محتفظ فيها, محتفظ فيها مقبولة هلا بو كملك بابام ساكليو ايبت برنس يزيو هارون برنس عبد الكريم عبد الكريم العثماني بابا أدى عبد الكريم العثماني 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 ديل العثماني يزيوش güzel bir kimlik efendim üzerinde bir sıfat aslında yani öyle şehzade artık bu zamanda biz şehzade illa demiyoruz ama severler bize şehzade diyor ve burada biraz da söylüyorlar bu zamanda şehzadelik mi kalmış. Halbuki Lübnan Cumhuriyeti tam laik bir sistemle yönetiliyor. Tam laik. Yani Fransa'dan da laik. Gerçekten. Ama yazmışlar. Prens, emir yazmışlar. ولدت في بيروت جوني يعني بلبنان بجوني وكانت حياتك يعني للعشر 15 سنة أكتريت قضيتها في روح وإجي على لبنان وأحود وكذا وبعدين شو اسمه كان وقتها الجنسية منحنا إياها كان بشار الخوري وقتها كان هو رئيس الجمهورية وقتها بشار الخوري رأسا وصل له خبر فورا عطى امر قال لهم بدون تردد تعطون الجنسيه اللبنانيه كان رئيس جمهوريه لبنان وقتها المهم بشار الخوري 1935 34 30 دائما معروف على زمن العثمانيين كان رئيس الجمهوريه دائما بيكون مسيحي ورئيس الوزاره مسلم بيكون مسلم هذا سيستم عثماني عمل على زمن سلطان مع والدي جاي شخص كان في مديرية الأمن بتركيا اسمه نظام الدين كبار كبار نظام الدين كبار, كبار. هذا اللي رباكم أنت وعمي كبار له صورة ما شفت له صور في عندي صور له في في عندي نظام الدين كبار بعدين كان في الأمنيات رتبته بالامنيه كان صديق عبد الكريم افندي صديق واجا معه واجا معه يعني بس ما وقت طلع عبد الكريم افندي انا بعرف كنت تقول انه هو اكبر من عبد الكريم افندي سنة طبعا طبعا انا ما لح ادخل بتوفي عبد الكريم افندي بسنه 1935 كان سنك تقريبا بين سنه او سنتين انا بدي بعد وفاه عبد الكريم افندي صار علاقه مع سليم افندي يعني شفته انا لا انا ما شفته لانه هذا يعني كان عمرك صغير والدي كان يسافر جلسوا بمجلس عائلي تبع كل الأقارب العثمانيين كانوا كلهم يجتمعوا في بيروت أحفاء سلطان رشاد أحفاء حفيد سلطان رشاد سلطان مراد سلطان عزيز سلطان وحد الدين كلهم كانوا يجتمعوا في لبنان وإلهم بيوت يعني يروحوا يصيفوا يقعدوا في مصايف لبنان كانوا يجتمعوا كلهم في بيروت فنحن وقت رحنا لهني
كان نظام الدين بيت عنده خبر بالعائلة كلها وبيعرفهم كلهم وبيزورهم، وراحوا طلبوا منه. هو راح وقت والدي قال لهم أنا، قالوا له أنت لازم تناضل والطالب بالحكم وكل شيء، يعني أعطوه أنه وكالة كلهم أنه لازم ما يسكت لهالشغلة، يعني أنه شوف تسترد أو مثل ما بيقولوا الدولة العثمانية في المنفى هيك هي. إيه بس وين؟ بتركستان. بتركستان عن معاونة مساعدة إمبراطور اليابان. إيه لا لسه ما وصلنا لهني. إيه هي مثل بيقولوا تأسيس دولة في المنفى، هي ما بتعرفها أمي بهالمكان، بس نعرف بعدين من بعض أقاربه لوالدي وابن عمه بتركستان. بس اللي ساعده كان واحد بالخارجية على زمن الدولة العثمانية اسمه تشابانولو، محسن تشابانولو. في والله أسامي كتير. هذا كان اللي يقول له أنه بدنا نعمل رجع للدولة العثمانية. بس المكان بتركستان بتركستان ليش؟ لأنه تركستان دولة تركستان بقرة دولة إسلامية قوية ومحبة للدولة للإمبراطور العثماني. سرتك سرابات مين بان توبارليورم شوليكي تبي بابامن دومundan sonra Abdülkerim Efendi'nin hayatına girmek istemiyorum, aslında ayrı bir program bu, ama gene babam bahsetti. Abdülkerim Efendi'nin bütün aile meclisi toplandı Beyrut'ta, bütün büyükler toplandı, sultanlar, şehzadeler ve yanlarında Nizamettin Bey Türkiye'den ayrılma Aslı Kurji Gürcü ve Abdülkerim Efendi'nin sanki hocasıydı, yani askeriyeden yetişme, o da Suriye'deydi. Bu mecliste, aile meclisinde bulundu. Abdülkerim Efendi'ye bir görev verildi. Devleti tekrar ihya etti. Devleti tekrar kurma. Ama bu devleti tekrar kurma Cumhuriyet'in aleyhinde bir mesele değil. Doğu Türkistan'daki başsız kalan bir devletin başına geçme. Yani Osmanlı'yı tekrar oradan kurma. Bu önemli bir parantez içerisine ve devam ediyoruz. اتفقت هيك بالعيلة. كان معه عدة أشخاص راحوا معه، وفي كان في أسامي كتيرة ومذكورة بالجريدة، دائما كنت اطلع عليها جرايد بهذا الوقت في هذاك الزمان، وجبتهم أنا معي الجرايد حطيتهم لشو اسمه لقدير مصر هونه وتموا عنده، وهلأ توفى ما عاد نعرف وين راحوا الجرايد. Salam. Evet, çok belgeler var, çok gazetelerde konu almış. Efendim bu gazetelerin çoğunu ben Kadir Bey'e, rahmetli Kadir Mısıroğlu'na verdim. Nereye gitti bilmiyorum ama ben kesmek istiyorum çünkü uzatmak istemiyorum. Birkaç bölüm yapacağız. Burada sonlandıracağım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğeni atın, yorum atın ve paylaşın. Bu bir belgesel. Her yerde bulamazsınız. Şükran la ikhvanna. Ercu l-mushareke ve ercu an tenşur hadal video. Ve ile liqa ma'al halqa al-qadim inşaallah. Bina nkemmel rihle ma' Abdülkerim Efendim. Allah'a ısmarladık efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şükran.